تاريخ عريق كتبه الخط العربي من بدا الناس يستخدمونه في عام 528 ميلادية، وكان شاهد على أحداث كثير 1500 عام. الخط العربي يعني هو جوهر اللغة العربية، أن الخط العربي ليس هو منعزلا بذاته، وإنما هو جزء من اللغة العربية، جزء من الحضارة الإسلامية، جزء من الحضارة العربية، جزء من الهوية السعودية، جزء من تاريخ بلادنا الكريم. الخط العربي إرث حضارة وهوية، الشيء اللي أخذته وزارة الثقافة على عاتقها ضمن مستهدفات 2030، وباعتبار تراث حضاري أنشأ ولي العهد مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي. أول من أعاد ضخ الدماء في هذا الفن العريق الجميل الذي كاد أن يندثر وأحياه إحياء رائعا وازدهر في أو تحت رعايته ازدهارا بالغا هي جهود سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. ميزة الخط العربي أو صورته جلية واضحة في المصحف مثلا، وهذا مصحف أحد المصاحف التاريخية القديمة، نلاحظ أنه يعني كتب بخط النسخ بخط جميل ومزخرف. هذا الخط طبعا هو خط يدوي أصلي كتب ثم طبع بعد ذلك. خط أوصل القرآن الكريم للعالم، وكتب معلقات الشعر والأدب وأوصلها لعامنا الحالي، الشيء اللي يبين أهمية الخط العربي وضرورة الحفاظ عليه وعلى تاريخه للأجيال القادمة.